السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص اقترب أهلي جدة من التعاقد مع الساحر رياض محرز. رياض محرز دايما بيكسب السيتي، سواء وهو بيلعب ماتشات بيكسب السيتي ماتشات صعبة جدا، وشفنا وصلوا لنهائيات أوروبا كتير من الفاولات بتاعته والأسيستات بتاعته والأهداف بتاعته على مدى سنين اللي لعبها مع السيتي. وكمان يعني ده شيء يحسب لمحرز ان هو ملتزم معاهم برغم سوء معاملة جوارديولا، ولكن رياض محرز لاعب سوبر بجد. عشان كده نادي اهلي جدة دوري السعودي، طبعا الدوري السعودي كلنا قلنا السنة اللي فاتت ان صفقة كريستيانو هي يعني دعاية وصفقة للدعاية وكده، طلع فعلا ان الناس دي بتخطط ان الدوري السعودي الموضوع مش دعاية بقى، ده الدوري السعودي عايزين يوصلوه في المنافسة وينافس مع الدوري الانجليزي، عشان النجوم اللي جاية في الدوري السعودي نجوم تقيلة قوي، واخدين ناس تقيلة. يعني اهل جدة خلصوا مع مندي احسن حارس في العالم الموسم اللي قبل اللي فات تقريبا مع تشيلسي، واخد معاه بطولة اوروبا، خلصوا مع فيرمينيو برضو بطل اوروبا مع ليفربول من حوالي 3 سنين. لا بيجيبوا السوبر، بيجيبوا السوبر لاعب السوبر، عشان كده هيبقى دوري قوي جدا. صحيفة ديلي ميل البريطانية بتأكد ان خلاص يعني التعاقد هيتم، هيدفع اهل جدة للسيتي 30 مليون استرليني. عشان كده بقول لكم ان رياض محرز دايما بيكسب السيتي في الملعب، وكمان بيكسبه هو، هيسيبه هيتركه هيدخل في الخزينة بتاعته، هينتعشه ب 30 مليون استرليني، غير طبعا التعاقد اللي هيعمله رياض محرز ان شاء الله. انا والله من السنة اللي فاتت وانا في نيتي احلل الدوري السعودي حقيقي والله، ومع كل الصفقات اللي بتتعمل بيتحقق تركيزي او بيتحقق الرؤية بتاعتي ان فعلا الدوري السعودي هيبقى مختلف اختلاف كبير جدا جدا السنة دي، وفعلا نجوم كتيرة جدا من أندية كتيرة المنافسة هتبقى شرسة قوي قوي. على فكرة كمان من غير النجوم دي الدوري السعودي من أقوى الدوريات في الوطن العربي وفي أفريقيا بجد، أقوى من الدوري بتاعنا وأقوى من الدوري الجزائري والتونسي والمغربي، لأن برضو دوري قوي جدا عندهم. بس دلوقتي بقى كمان جابوا النجوم السوبر، النجوم اللي هم في قمة المستوى، يعني محرز من الناس السوبر في أوروبا، كريستيانو، مندي زي ما قلت لكم، فيرمينيو، دول في الأهلي، ولسه كل يوم بنسمع صفقات جديدة. إن شاء الله بإذن الله محرز يكون بداية انطلاقة جديدة. وأنا كنت في الأول بقول إن رياض أتمنى يروح ريال مدريد برشلونة، بس كل الأجواء اللي حصل الأيام دي على الدوري السعودي متهيأ لي لا يقل الدوري السعودي. احنا في مصر هنا اول ما كريستيانو راح الدوري السعودي السنة اللي فاتت ناس كتيرة جدا بقت تتابع الدوري السعودي، والله كتيرة جدا يعني. ففي كل بقى النجوم دي، مش نجم واحد، نجوم كتيرة جدا هيتابعوا الدوري السعودي، عشان مليان نجوم لا يقلوا عن نجوم الدوري الانجليزي. انا من رأيي هيبقى من احسن الدوريات في العالم الدوري الانجليزي الاسباني، يلي السعودي، وخد بقى في الترتيب بعد كده اللي انت عايزه يعني. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة. دي ميداليات حبيت اطلعها من السنة دي، كنت شايلها بقى طبعا، بس ميداليات كلها بطولات الحمد لله، بطولات كبيرة جدا الحمد لله. الميدالية دي ميدالية بطولة افريقيا لابطال الكؤوس، كانت اياميها اسمها بطولة افريقيا لابطال الكؤوس، اللي هي دلوقتي الكونفدرالية اللي اتحاد الجزائر كسبها، احنا نادي المقاولين كسبناها، ودي الميدالية بتاعتي مع نادي المقاولين في البطولة دي، كسبنا كان ساعتها اسمه ابطال الكؤوس، بطولة افريقيا لابطال الكؤوس اللي هي مسماها دلوقتي الكونفدرالية، خدها من كاس مصر، كسبنا كاس مصر، دي بطولة لكاس مصر، ودي بطولة تانية لكاس مصر، هتلاقي علم مصر فيهم الاثنين،
خدت بطولتين كاس مصر مع نادي المقاولين. لا واخدين بطولات مش صغيره، بطولات كبيره قوي، والحمد لله على كل شيء. وقلت فرصه اوريها لكم. هنعمل بقى حلقه ليها مخصوص كده، اطلع لكم ميداليه، وفي ميداليات تانية على فكره محطوطه، بس علشان ايه ما اعملش زحمه كده على الفاضي يعني. شكرا.